أهلا بكم. قد لا تستغربون إن حدثتكم عن البجعة السوداء، لكن ماذا لو قلت لكم إن هناك بحيرة سوداء؟ بالفعل هناك بحيرة سوداء، هي هذه البحيرة التي أتمشى إلى جانبها وتقع في قلب غابة أكفادو بالشمال الجزائري بمنطقة القبائل، وهي موطن لعدد كبير من الحيوانات والنباتات. هي كذلك وجهة سياحية بامتياز لا يجب تفويتها في حال زرتم الجزائر. اليوم أقترح عليكم اكتشافها معي من خلال هذا التقرير. على ارتفاع 1700 متر عن سطح البحر تقريبا، تنبسط غابة أكفادو في منطقة القبائل بالشمال الجزائري. غابة ساحرة بأشجارها الباسقة وأحراشها وحيواناتها النادرة، وتعد إحدى أكبر غابات شمال إفريقيا، حيث تتميز بانتشار كثيف لأشجار السنديان والزان والأرز والصنوبر والتنوب النوميدي. للغربان حضور مميز في هذه الغابة بحركاتها ونعيقها. يشير مؤرخون إلى أن الطريق المتعرج التي تعبر الغابة تعود إلى القرن الثالث ميلادي، وقد شقها الرومان. على جنبات هذه الطريق يمكنك أن تصادف أبقارا برية تتجول بحرية. في قلب هذه الغابة وعلى ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر تقريبا، تتكشف البحيرة السوداء. بحيرة تتضاعف مساحتها في فصل الشتاء لتصل إلى 3 هكتارات تقريبا. مياه هذه البحيرة تبدو سوداء، فظلال أشجار السنديان العملاقة المحيطة وأوراقها المتحللة تكسب المياه هذا اللون. تضم البحيرة نحو نصف الأجناس الحيوانية والنباتية الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط. المكان مثالي للاستمتاع بسيمفونية الطبيعة المشكلة من نقيق الضفادع وتغريد الطيور وخوار الأبقار. جذوع الأشجار الملقاة في الماء محطة توقف للسلاحف. على ضفاف البحيرة يمكنك أن تلمح أعشاش البط العائمة غير بعيد عن أعين أصحابها. وقد لا تفوت تحركات زواحف صغيرة وأنت تتجول حول البحيرة. تسعى جماعات إيكولوجية محلية إلى تصنيف غابة أكفادو كمحمية طبيعية للحفاظ على أنظمتها الإيكولوجية. في هذا الإطار عمدت هيئة حماية الغابة إلى إعادة نشر حيوانات مهددة بالانقراض.